السلام عليكم، ازيكم يا رجالة؟ في سؤال كده يا رجالة بيتكلم عن البروتين. السؤال ده لسه واحد سألولي في الجيم هنا بيتكلم عن البروتين، هل البروتين الخام كويس؟ يعني أقدر أستعمله زيه زي مثلا البروتين اللي هو بيتباع عادي؟ بص يا أستاذ الفاضل، أولا البروتين الخام أنا كنت بفضله، كنت بخلي ناس تستعمله وأقول لهم إن هو كويس وفي متناول الإيد ورخيص عن التاني. يعني مثلا الكيلو اللي هو الخام عامل مثلا 200 جنيه أو 150 جنيه، 160 جنيه، التاني عامل مثلا من 400 450، ففي فرق كبير جدا. أنا بص يا رجالة، أنا مش عايز حد يضحك عليك، أنا بس هفهمك الموضوع. أنا كنت الأول فعلا بنصح الناس إن هي تستخدم البروتين دوت، إنما أنا دلوقتي بقول لك امنعه تماما، امنعه تماما، ما تاخدوش خالص. ليه بقى امنعه تماما؟ أولا خلينا نتكلم بأسلوب علمي شوية. هل ينفع ان انت تجيب مثلا لحمة او فراخ او اي نوع من انواع البروتين تاكله ني؟ هي دي الفكرة، ما ينفعش انك تاكله ني. جميل، لازم بيخش درجة حرارة معينة، سواء اللي انت هتعمله مسلوق او بشوي او حتى هتعمله على الزيت. يعني لازم يخش، يعني لازم ينفع للاستهلاك الادمي. دلوقتي انا بتكلم عن البروتين، هل البروتين ده خام؟ هو البروتين زي اي نوع من انواع البروتين اللي بتتباع؟ لا طبعا، الانواع التانية دي بتبقى محطوط فيها مثلا فيتامين، محطوط فيها جلوتامين، في بعض منها في نسبة كرياتين، في بي سي دبل اي، وفي منها الايزو، في منها الكونسنتريت. فالتاني خام، انت بتاخد حاجة خام بتدخلها جسمك. الحاجة الخام دي مش معمولة بطريقة علمية، مش معمولة متبسترة بمعنى اصح، ان التانية لازم تخش على معادلات كيميائية كده. مش هقول لك حاجات بس علمية كده، لا، هي لازم تخش على حاجات علم، يعني زي اللبن كده، لما بتعمله بيعملوا له بسترة. البسترة دي بيخش على درجة حرارة عالية، ومرة واحدة بيدخلوها درجة حرارة منخفضة، بيقتل الميكروبات أو الحاجات اللي موجودة اللي ممكن تأذيك. فأنت البروتين الخام ده لما بتيجي تدخله الجسم من غير أي حاجة من الحاجات دي اللي هي البسترة أو المعادلات الكيميائية اللي بتتعمل، أو إضافة بعض الحاجات اللي بتتعمل اللي بتقتل الميكروبات اللي فيه دي، بتأذيك أنت، تعمل بقى إسهال، غازات. انا عندي في ناس هنا في الجيم بياخدوه، مش عايز اقول لكم بيحرجهم ازاي مع الناس. فانا عايزك بس تكون عقلاني شويه وانت بتشتري الحاجه، مش عشان الحاجه رخيصه اروح اجيبها. ده يا عم، ده هي ده، انا مجرد بس احط عليها الطعم، اجيب مايس كويك واحط عليها كده حلو قوي. لا يا سيدي الفاضل، لا، كنت الاول انا بقول للناس كده عشان برضه يكون على علم. انا كنت بقول للناس كده ان انت ممكن بدل ما تجيب الحاجة الغالية دي تجيب الرخيصة وحط الطعم وبتاع، ولو عايز تحط نشا عليه عشان يمسك المعدة شوية، يبقى فيها نسبة كربوهيدرات كمان. يعني كنت بخلي الناس تجيب البروتين الخام يحط عليه النايس كويك ويحط عليه نشا، أو نشا الذرة ده موجود في السوبر ماركت، إن هو يمسك المعدة شوية. أو كنت بخليه إن هو يشرب بعديها بساعتين كوباية قهوة، كوباية شاي، تحس ان هي برضو تمسك المعدة معاه شوية. لا، امنع تماما، ما تاخدهوش، هيأذيك بجد، هيأذيك والله، هيأذيك. اللي انت احسن لك انك تجيبه تاني، ممكن يكون غالي بس زي ما بيقولوا كده بالبلدي ثمنه منه فيه، ثمنه كويس. فانت الاحسن لازم تكون عارف مصدر البروتين اللي انت بتاخده، عارف استعماله ازاي،
ايه المناسب ليك سواء الكونسنتريت ولا الايزو. المفروض انت عارف انت عايز ايه، هل جسمك محتاج نسبه فات ولا محتاج حاجه البروتين اللي هو ما فيهوش نسبه فات عاليه. فانا اللي خلانا اعمل الفيديو دوت الالحاح على موضوع البروتين الخام والاقبال عليه. انا نفسي خدته وكان تعبني جدا، يعني انا جربته كان تعبني جدا، تعبني. فالالحاح ده هو اللي خلاني اعمل لكم الفيديو دوت. يعني يا رب يكون يعني افدتكم لحاجه بسيطه، بس اللي هو انت ازاي تستخدم، يعني ازاي تفهم ايه هو البروتين اللي هو معمول ده. المعمول ده يا جماعه اللي هو غالي زي الواي بروتين وايا كان النوع ده، محطوط عليه عندك جلوتامين، وده طبعا مش حاجه كده جايبها وحطها لك، لا دي معموله بمعايير معينه هو اللي عاملينها الشركات اللي عاملاها فاهمه هي بتعمل ايه، مش مجرد تركيبه ممكن تعملها. في ناس كانت بتعمل تركيبات، والله التركيبات دي كانت بتاذي الكلى، كانك جبت سكينه ونغزت بيها الكلى بسبب كميه البروتين اللي موجوده فيها. وفي بعض منها طبعا بروتين ما تعرفش ايه ده، يعني ازاي احط ده على ده. انا سمعت حاجات كتيره وتركيبات غريبه كده. فانا انصحك انت ان ما تجيبش البروتين الخام دوت، خليك في البروتين اللي هو موجود في الاماكن اللي هو بيبيع المكملات الغذائيه، ده افضل لك واحسن لك. يا رب تكونوا افدتكم، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. السلام عليكم.